هاي جايز، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد ورحنا عم نحضر رغوة القهوة، وهذا الشي كتير انشهر على التيك توك بدالجونا كافي. ويلا لنشوف طريقة التحضير والمكونات. هن الموجودين بالبيت ولا أسهل من هيك. أول شي حنبلش بالمكونات. بدنا معلقة كبيرة من القهوة أو النسكافيه، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة من المي، وبدنا كباية حليب. أول شي هلأ منضيف القهوة أو النسكافيه، بعدين منضيف السكر، منضيف المي، ومنبلش نحركهم بخلاط كهربائي أو كمان بإيدكم، بس إذا بإيدكم بدهم ياخدوا أكتر وقت، وهن كتير كمان بدهم ياخدوا وقت، يعني على الحالتين بدهم ياخدوا وقت، فلقلكن أكيد أحسن تستعملوا الخلاط الكهربائي. وكمان ما تنسوا انه هنن بدهم شوية وقت لحتى يصيروا، يعني ضلكن عم تحركوا هيك. One eternity later. وهلأ وقتها تشوفوها سمكت وصارت كثيفة هيك مثل الكريمة، بتوقفوا وهيك بتكون جاهزة الرغوة. وهيك عنا الرغوة بتكون جاهزة وكثافتها كتير منيحة ومميزة. وهون رحنا ضفنا شوية تلج بقلب الكباية، بعدين حطينا فوق الحليب، وبعدين حطينا فوق الرغوة اللي رحنا عملناها. وهيك بتكون جاهزة للتقديم. ما تنسوا تعملوا لنا لايك، سبسكرايب. See you in the next video. Bye.